انا صحيت هاي اليوم الثاني اصيح وصحى وانزل راح ذبيت عائلتي ورجعت ابي سيارتي وصور رقمها حبيبي بس من مره خلي انت لا انت قلبك محترق بس خلنا خدمك بس خلنا خدمك انت محترق قلبه محترق قلبك خلي الحكومة تشوف بس المجتمع ما جاي يطلع ما تلبي المجتمع بالسلمي ما جاي يطلع يطلع بعسكري لا يطلع بعسكري راح اخلوهم يطلع عسكري غصبا عليهم وخليهم من هم اللي يدورون على الناشط المدني خلي يجون يقتلوني انا اسمي عياد محمد فاضل بيت بكوت الحجاج بشارع الكنيسه حكومه فاسده هذا العيداني فاسد ابن فاسد حكومه فاسده وفاشله زين هذا هاي سيارتي صور رقمها ديك الاوباما الحمراء حكومه فاسده ما عدو والله هذول جابهم منو جابهم منو جابهم هذول شردوا لا لا حد يصفق مو تصفيق عوض التصفيق لا حد يصفق كيف تصفيق هذول هذول مو قالوا صدام حسين شردهم يعني هم مضطهدين لا كان يعرفهم شنو هم يعرفهم حرامية يعرفهم حرامية وطلع خلونا الحق صدام حسين أكثر من ما هم هم ناقصين هم ما عندهم غيرة صدام حسين جاي كان يمص بالناس على الكابس هسه ذولا جاي يمصون علني علني كافية. حبيبي علني انت اعطيك اياها علني لا مو بطل صدام حسين هم خلوهم يصير بطل بروسته هم خلوه يصير بطل هم خلوهم يصير خلوه يصير بطل بروسته والله هو فاشل وهم فاشلين وما عندهم سياسه وما عندهم تقنيات وهم افشل من الفشل